بسم الله الرحمن الرحيم. في الأشهر الأخيرة تسربت أخبار كثيرة عن أجهزة الماك والاحتمال أبل ترجع فيها لتاريخها القديم. فقبل ندخل في التفاصيل أتمنى أنكم تعطون لايك لهذا الفيديو. فإن شاء الله راح أتكلم عن ثلاث أجهزة راح نشوفها من أبل في سنة 2021 بتصاميم جديدة لكنها مستوحاة من التاريخ. في البداية بالنسبة للماك بوك برو، فالحواف حوالين الشاشة راح تكون أقل، وبإذن الله أنهم راح يقللونها لأنه تصاميم الماك بوك برو الحالية الحواف اللي حوالين الشاشة مخلتها كأنها أجهزة قديمة. لكن احتمال أنهم يرجعون مدخل الاس دي كارد، فهو مهم للناس اللي يستخدمون كاميرات التصوير. فأول ما ياخذوا الاس دي كارد من الكاميرا كانوا يحتاجون يشبكون دنجل على أساس أنهم يشبكون الاس دي كارد، فاحتمال أنهم يرجعون مدخل الاس دي كارد. لكن أيضا في أيضا إشاعة أنهم احتمال أنهم يرجعون مخرج الاتش دي ام اي، ولا ما أنا ما حبيت لأنه المستقبل هو اليو اس بي سي، لكن أيضا احتمال أنهم يرجعون مخرج أو مدخل ماج سيف للشحن. فكانوا كثير من الناس يفضلونه لأن لو انت بالغلط سحبت السلك ما راح يضيح الجهاز معه. وفي اشاعات ايضا ان ابل راح تتخلى عن التاتش بار لانه اتوقع انه استخدامه قليل. فليت الناس يقولوا لي اللي عندهم ماك بوك مع التاتش بار هل انهم يستخدمونه ولا لا. نجي للجهاز الثاني واللي ايضا ابل راح ترجع فيه للتاريخ. ففي ناس كثير اللي في نهايه التسعينات وبدايه الالفين نزلت ابل اجهزه الاي ماك بالوان مختلفه، فاحتمال ابل ترجع لنفس الالوان. فالاي ماك احتمال انه ينزل بخمس الوان جديدة اللي هي نفس الألوان اللي موجودة في الآيباد إير. فبعض الألوان أنا أشوف أنها ما هي مناسبة للمكاتب، لكن ليلة تقولوا لي وش أفضل لون أنتم تحبون أنكم أنتم تشترونه لو نزلت أبل الآي ماك بالألوان هذه. لكن الألوان للأمانة ما هي ذات أهمية كبيرة بالنسبة لي، المهم أنهم راح يقللون الحواف حوالين الشاشة لأنه تصميم الآي ماك الحالي للأمانة الحواف حوالين الشاشة مخلي الجهاز أيضا كأنه جهاز قديم ومهو مواكب للعصر. فاحتمال أنه الحواف اللي حوالين الشاشة يقللونها، ما أتوقع أنه راح تكون نفس الحواف اللي موجودة في الـ XDR Display اللي هو الديسبلاي الغالي من أبل، لكن على الأقل أنها راح تكون أقل بشكل كبير من اللي موجودة حاليا. نجي للجهاز الأخير واللي ايضا مستوحى من التصاميم هذه اللي كان هو جهاز الماك برو اللي موجود في الثمانينات وبدايه التسعينات. فاحتمال ابل تنزل ماك برو ميني، راح يكون نفس مساحه الماك ميني لكن كانك انت راس خمسه ماك ميني فوق بعض. فاحتمال ابل تنزل ماك برو ميني بمعالجاتها، طبعا كل هذه الاجهزه راح تنزل بمعالجات ابل اللي هو الام 1 اكس واللي بدات تتسرب الان اخبار عن قوه هذا المعالج. يريد تقولوا لي وش أكثر جهاز أنتم متحمسين لو ناويين أنكم تشترونه، وفي تفاصيل كثيرة عن هذه الأجهزة، وش الجهاز اللي حابين تعرفون عنه تفاصيل أكثر وراح أخصص له فيديو مستقل في المستقبل. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.